حاجة كتير لما سألوا ان لو في عندهم مثلا مكان واسع يقدروا يتمرنوا فيه، ايه الحاجات اللي ممكن يتمرنوها لو هم مش مقفول عليهم في اوضه او المساحه بس تسمح لهم؟ يعني في مساحه كبيره يقدروا يعملوا لازم نستفاد بقى من طبعا المساحه الكبيره دي. طبعا فمن الحاجات الحلوه جدا في التدريب انواع التدريب، التدريب الدائري او السيركت تريننج، ان احنا نقدر نعمل كذا تمرين ورا بعض من غير ريست خالص، وبعدين نبدا بعد ما نخلص كل سيركت ديت ممكن ناخد ريست مثلا دقيقه، بعد كده نعيد نفس السيركت دي كام مره مثلا؟ يعني الافرج بتاعنا 3 سيركتس، لو عملناها 3 مرات وعلى حسب الشده بتاعه التمرين نقدر نحدد كام مره. اوكي هتفرق معانا وهتعمل فات لوس عالي جدا، ناس هتخس بسرعه جدا. دي اهم حاجه يعني ده فعلا اكتر حاجات ممكن تخسس اي حد، بتعلي الهارت ريت بتاعك لليفل معين وبعدين تحافظ عليه على نفس الليفل دوت طول الوقت، فبتعمل لك كارديو باسكت كويس قوي. وفي حلو نفس الوقت في الاول ممكن يبقى صعب، بس بعد كده خلاص الجسم بياخد على التمرين. ده حقيقي. هنشوف دلوقتي، ربنا يعيننا بقى، ربنا يستر. اوكي طيب احنا هنعمل التمرين، انا هعمل شكل سيركت كده مبسط انا وفرح وربنا يستر خير خير. اول تمرين احنا هنعمل كل السيركت ديت على 5 عدات، حضراتكم هتعملوا على 15 عده. جاهزه؟ جاهزه. اول واحد السكوات 1 2 3 4 5. كملي يا فرح، بعد ما تخلص هتيجي معايا هنا 3 5. بنعد الخطوتين واحدة بس. 1 and 1 2 and 2. واحد بعدين هلعب بط 1 2 3 4 5. طب كوتش حسام، لو ما فيش، لو دي مش موجوده ممكن يحطوا ايه؟ اي مخده او حاجه؟ ممكن مخده برضو تقلل البالانس شويه، هتبقى احسن ليهم كتير. 1 2. اقل من كده كمان 3 4 5. وبعد كده هعمل هنا تمرين تاني للكارديو فاسكولار سيستم وتمرين تاني للكارديو عامه، يخليني اشغل جسمي كله اللي هو البيربيز. 1 2. البيربيز دي بتشغل الجسم كله. ده حقيقي. اتفضلي. اوكي ما عملتش 5 فيش. وبعدين وبعدين عندنا هنا الابرايت رو. 1 هحاول اطلع اعلى حاجه بكوعي اكتر مش ايدي، بمرن الكتف الجانبي والترابيزيوس. هنا هعمل تمرين للابس اسمه ماونتن كلايمبنج، وانا هنا من البوزيشن ده 1 2. اتفضل. اوكي طبعا نقدر نعمله على الارض، بس لما بنعمله على اي حاجه البالانس فيها اصعب شويه ده بينمي البالانس عندنا. 1 صح كده ولا؟ أيوة. يا كوتش بلاش تواضع يا كوتش، بتعرفي تعملي كل الحاجات يا فرح، كويس قوي. التمرين اللي بعده ده اسمه كاتل بيل سوينج. انا هنا باخد البوزيشن بتاع السكوات، بطلع لفوق 2 3. اتفرج 1 هي 2. طبعا احنا بعد ما بنخلص بقعد انا وفرح نعمل بقى التمرين ده ورا بعضه كتير. انا بقعد اريح الصراحه. كويس قوي. صح كده؟ اهم حاجه انه في السيركت تريننج انه يبقى التمارين كلها ورا بعض وما نريحش، مفيش راحه خالص في النص. بعد ما نخلص اول لفه ممكن واحنا في البيجنر، يعني لسه واحنا بيجنر ممكن ناخد ريست. الناس الادفانس ما بياخدوش ريست خالص، بياخدوا السيركت الاولى والثانيه والثالثه من غير راحه. انا هريح بس واحده واحده على نفسنا. وان شاء الله نلاقي نتيجه بسرعه جدا. السيركت تريننج لو بدانا نعمله في خلال اسبوعين هتلاقي جسمنا قل كتير جدا، شكل الجسم هيختلف كتير جدا. جربوا وابعتوا لنا الفيدباك بتاعكم على ريفايف فيتنس كلاب وعلى صدى البلد صباح البلد، والضحكه الجميله دي خلوها على طول وسط التمرين. دي اهم حاجه، ها البطن مشدوده، الظهر مفرود، والضحكه موجوده. باي باي. صباح الفل.